الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أمة النور، نحن أمة النور، فربنا نور سبحانه وتعالى، وطريقنا نور سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. فمن أسماء الله النور سبحانه جل في علاه. ومن هنا فيجب علينا أن نعرف طريق النور. والقرآن وإلهنا سبحانه النور أعطانا نورا لنضيء به الطريق، فنعرف بهذا النور من نحن، ونعرف بهذا النور معالم الطريق اللي بنمشي فيه، ونعرف بهذا الطريق وبهذا النور الذي منحنا الله إياه الفرق بين الحق والباطل، ونعرف بهذا النور طبيعة الطريق ومشاكله وحلولها، ونعرف بهذا النور نهاية الطريق فيه إيه. فنحن لسنا في غيابة ولسنا في ظلمات، لأننا عبيد للنور سبحانه وتعالى. والله أنار الكون جل في علاه، فكل الكون فيه ظلمة، ولكن الله تعالى أناره. فما من إنارة على في الكون بأسره إلا من النور جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا ليه بنتحدث عن النور وعن أمة النور وعن طريق النور وعن منهجية النور؟ لأننا الآن في حاجة ماسة جدا لهذا النور، علشان نتأكد إن عقيدتنا ما فيهاش غبش، وما فيهاش مظالم، وما فيهاش عوج، وما فيهاش خفاء، ونأكد إن قيامنا فيها نور وفيها طهارة وفيها نقاء. وبنأكد كمان إن ديننا نور، ديننا ما فيهش العيب وما فيهش مجاهيل وما فيهش أكاذيب. فديننا نور، وكتابنا نور، ورسولنا صلى الله عليه وسلم نور، ونحن أمة النور، أمة مش تايهة، أمة مش ضيعة، أمة مش مكسورة، ولكن الأمة هذه تحتاج إلى أن تعور للنور حتى تسير في الطريق الصحيح، علشان تعرف هي ماشية فعلا في نور ربها ولا انحرفت عن هذا النور فأصبحت في ظلمات بعضها فوق بعض. طريق النور هو طريقنا الذي يجب أن نسير فيه معا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك السؤال: إحنا ليه هنتكلم عن النور وعن طريق النور وعن أمة النور؟ الإجابة: لأن الصراع صراع بين النور والظلام، لأن الدنيا كلها هي صراع بين دعاة النور ودعاة الظلام. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنا عندي دعاء: الله جل في علاه النور، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهناك دعاء ومنصات: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأنا ما عنديش خيارات، فإما أن أكون من أهل النور أو من أهل الظلام، إما أن أسير في طريق النور مع الله سبحانه وتعالى فيكون عندي بصيرة، لا يكون عندي عمى، يكون عندي هداية، يكون عندي استقرار، يكون عندي طمأنينة، أو أسير في طريق الباطل فأقع في ظلمات بعضها فوق بعض.